احنا بالنسبه صار لنا 6 سنوات، 6 سنوات يعني ضقنا الويلات الويلات بالتهجيره. ها احنا بالنسبه لنا ناس والله العظيم فغره وفلح وناس يعني مش اقول لك الناس تحلف بحياتنا. احنا الشيء اللي مسوينه يعني للدوله شنو؟ احنا ناس مسالمين. انا اخوي من 2006 هذا اليوم ما جثته ما لقيته، جثته ما لقيته، عنده 5 اطفال. ها يعني شنو اللي مسوينه احنا؟ الا احنا يعني مسوين ذنب؟ خلي الحكومه تجي تحاسبنا. احنا خلي تجي الحكومه تحاسبنا. احنا الا ما يريد يرجعونا لديارنا؟ خلي يقولون ما اريد ارجعكم. هاي صار لنا 6 سنوات يعني ضقنا المر، ضقنا المر والله العظيم. الا عندنا يعني يصير عندنا طفل مريض ما نقدر نوديه للطبيب. طفل يتمرض ما نقدر نوديه للطبيب. شي سطحين ببيش وجبه ببلد عندنا كروه وهاي والتموينيه، يعني منين نجيب؟ لا راتب لا شيء. حتى مال عاطلين ما عندنا. واحنا تقريبا هذا بالمدرسه وبالهياكل يعني بس بالمدرسه هاي 66 عائله. شيء مسوينه احنا شنو؟ والله العظيم لا احنا يعني مثل تقول حشاك مو خوش وادم، خلي اذا مثل ما تقول لا يرجعونا. اي الداعش عن ابو لبو حتى اللفاه. احنا ناس مسالمين والله. 6 سنوات بساتين بيوتنا حلالنا سياراتنا عرفنا بالديره مشينا طلعنا بطرق هدومنا والله بطرق الديشاديش مالتنا وطلعنا انهزمنا. يعني شنو مسوينه احنا هسه حاليا؟ نتحمد الله ونشكره. احنا نازحين من منطقة الرفيعات، يعني بل منطقة الرفيعات انا ما اقول لك محطة بلد، محطة بلد داعانا رجعت محطة بلد، بس احنا منطقة الرفيعات ورا مشروع المي مجاورة سيد غريب. احنا صار لنا 5 سنوات وراح نبدي بس هسه. احنا شنو مصيرنا وشنو اللي مسوينه حتى احنا محرومين من مناطقنا ومن بيوتنا؟ احنا ها صار لنا 5 سنين تشيكونا، اللي مطلوب خذوه، احنا هسه ما مطلوبين واحنا ما نريد المطلوب، احنا ضد المطلوب ما نريده، احنا قبل ما الدوله ما تريده احنا ما نريده، لان احنا نريد نسوي امان ونريد نتعاون ويا الدوله والدوله تتعاون ويانا حتى ترجعنا لبيوتنا. يعني ملينا، هاي صار لنا 5 سنوات، شنو احنا هسه؟ لا شغل لا راتب. ها يعني اغلب المخيم يجوز 1% يجوز عنده راتب، يجوز ما عندهم، الاغلبيه ما عندهم. يعني شنو احنا كشباب هسه شنو يعني مصيرنا بهاي هاي الدوله؟ احنا هم يعني والله ما مرتاحين، لا شايفين الراحه، لا شايفين هسه ما عايشين عيشه حالنا حال بقيه الشباب ويعني بقيه الدول. يعني انت من تسمع نوبات على وسائل الاعلام، من تسمع باقي الدول الشباب، يعني الشاب شنو وظيفته؟ شنو عنده وظيفه بعد ما يجي للدنيا؟ هو اول ما ينشا هو وظيفه تسجلت له وبيت وسياره وشركه ويعني ومصروف كامل. فاحنا ليش احنا اهل الخير، احنا بلدنا يعني اكو دول تتمنى ان هيك من قطعه هيك قطعه من ارض العراق تملك، ما يرجعونا. اكو اذا احنا نريد يعني احنا نريد سبب مقنع يعني يجي يقول يابا انت مذنب، اذا قال انا مذنب الدوله تجي تحاسبني تاخذني انا واي كائن من يكون. انا جاي اطالب من يعني اطالب من خلال قناتكم الكريمه ومن خلال جميع القنوات اللي اجت وداعينا وردنا قلناهم احنا اذا مطلوبين احنا ما نريد. خل تجي الدولة المطلوب، احنا قبل ما هي ما تريده احنا ما نريده، احنا نقف وياه. اكو شيوخ عشائر واكو مختارية واكو امن وطني واكو استخبارات. ها فاحنا نريد يعني تجي الحشد الشعبي يجي اي واحد مطلوب، احنا اليوم احنا وياهم نقف، ما نريد المطلوب، نريد نرجع ملينا. يعني تعبنا اطفال، يعني هسه اكثر يعني بهذا المخيم اكو طفل يعني جي عمره يوم واحد وتوفى ما عنده ابوه فلوس يدحج عليه قدام، وشلون مات ما عنده فلوس يوديه للمستشفى. احنا بالنسبه لنا قبل بالانتخابات اللي مضت ها سيارات جايه رايحه واحنا عندكم وش تريدون احنا حاضرين. فشو هسه من اصعدوا اصلا حتى اذا اكو نازح ما يعترفون به
ولا اجوا ولا سالوا قالوا هاي شنو معاناتكم وشنو اللي تريدونه. احنا بس من خلال قناتكم هسه احنا نوصل صوتنا وخلي يسمعونا. بالنسبه ان النازحين كافه اي انتخابات ما نشارك وراح نثبت لهم بيوم الانتخاب. بيوم الانتخاب نثبت بان النازحين مثل ما قالوا ما ينتخبون خلاص، لان احنا ملينا من الوعود الكاذبه. كل من يجي يوعدك كذب وكذب، ما عندهم اي صدق ويا النازحين. احنا نازحين من 2015 واللي جاي، ويعني قاعدين بمدارس هياكل وشفنا ضيم وهذا. ما عندي شهداء، اثنين اقتلوا دواعش، اقتلوا رجلي واقتلوا وليدي، وهاي صار سنتين ونص اركض الحطيتين عندي وانا ما عندي، واريد احد. لا حكومه عوضتني ولا سلوا على جهال، عندي ثمن تامن برقبتي ولا معين ولا، يعني قاعده بهاي المدرسه الهيكل والمطر ينزل علينا وما شفنا غير بس الضيم. احنا نازحين من ناحيه الاسحاقي الفرحاتيه، صار لنا 5 سنين، انا من جيت طفل، هسه رجال اعرف كل شيء، من طلعت من منطقتي ما اعرف كل شيء، حتى ذاكره ما عندي، يعني هسه حاليا افتم، هسه دام جيت صف رابع، هسه انا صف ثاني متوسط، حتى مكان ما عندنا، يعني لا عندنا امكانيه بانه يعني احنا نشتري ملابس نداوم او دفاتر او اغلام، ما عندنا مكان يعني نغربين حضر واجبنا ما عندنا، هنا طبخ، هنا قعدتنا، هنا نسبه، هنا يعني تبدل نبدل ملابسنا، شيء ما عندنا، اي معلومه يعني ما عندنا، اي يعني وين تستوعب وين؟ يعني تفتهم وين حتى يعني حتى يعني مستقبل انه يعني رئيس ابن رئيس الوزراء يعني يستقبل هيك قعدتنا هذه؟ يستقبل؟ يعني شلون هسه هو شلون يعني صار دكتور وهذا وتوظف ورشح؟ عمامي كلهم مفقودين، ابويا ولد عمي، ابويا انكتل ب 2007، خالي انكتل ب 2007، سويه ابن عم ابويا انكتل ب 2007. سيد بس اللي على صفحة. اي والله معالي وين؟ خلي صار لنا 6 سنوات بهاي المدرسة، واحنا بالنسبة لنا نريد نرجع لديارنا، حتى روحنا ملت من هاي العيشة، من هان جهال ومن هان عوائل كثيرة وصاخة، والله حتى اصلا جربوا من قد، يعني ما تعرف الحال، لا نقدر نطلع لا نقدر نروح لا نقدر نجي، شنو مستقبل جهالنا؟ والله هاي مستقبل مالنا، احنا عايشين لا احنا العايشين لا احنا الميتين، نظل هيك ما شلون، والله العظيم ملت ارواحنا. لا عندي رجلي يشتغل عماله عمره 40 سنه هم بيه سكر وما يقدر يجي تعبان، هل كان هي نوبه غير يعني بضيم وهضم، بس الله عالم شلونه، ما ادري يعني ان شاء الله يدحق الحانه، بس الله يدحق الحانه، لا احد يسال علينا ولا احد يقول لنا، احنا نريد نرجع لهنا ديارنا، ناس راحت الاربيل وناس هاني حسره علينا شافته هن هسه اهلي باربيل واحنا هنا، صار سنتين اريد اشوف امي ما اقدر، عندي بنتين هناك اريد اشوف ما اقدر. والله غير بس الموبايل، بس الموبايل نقدر، المتى نظل هيجي؟ ما شفنا شيء حلو بحياتنا، من اول ما روينا ضام الهضم لحد هسه، يعني كم عراقيين احنا؟ لا شو مسوين؟ ما مشينا على وجع حتى هيك يصير معانا، ما نستاهل احنا، العراقيين ما يستاهلون من هيك يصير بحالهم. بالضم والهضم احنا، والله بالضم والهضم.
يعني هم تنجلط البلاد اروح اشوفها ما عندي امكانيه اروح عليها. ايش احكي لك؟ والله العظيم يعني الموت اهون لنا من هاي العيشه. الموت اهون لنا من هاي العيشه وهذا الضامن داي يشوفه. اول شيء احنا كلنا هالمخيم من منطقه الفرحاتيه من منطقه الرفيعات. اول ثاني شيء لما تهجرنا صرنا بين البينين، هاي يضرب علينا فجق وهذا طلعنا بصلوخ لا اي غرض مضى، حتى العقود مال الاراضي حتى الجناس عفناهن، طلعنا برواحنا وجينا السامر. وهاي صار 6 سنوات انطونا منحه 1.5 مليون ولحد الان 6 سنوات ما خلصنا 1.5 مليون عندنا. لا ال 450 طونة ولا جت منظمة علينا وشافت حالنا، الخيسة كاتلتنا، الجرب، من جميع الأمراض لميناه. وهاي كله حديد، لا حد مولد كهرباء من المولد، الدولة ما تبرعت لنا مولد ننور هالمدرسة ونشوف جهالنا ويرتاحون جهالنا. الحركة لهم الظهر يعني ما حد يقدر يطب الغرفة نهائيا. وثاني شيء اريد من الدوله الدحج علينا، حالتنا واجعة فرد مره، بس ماتوا الاطفال تقريبا 6 اطفال ماتوا بهذا المخيم مالنا من سبب الماده، المعنويه معكو لا شغل ولا عمل، قاعدين وتقريبا نحن 35 عائله بهالمخيم هذا، ما يرجعونا ما نعرف الاسباب شنو هي، ما يرجعونا على مناطقنا، مناطقنا قيعان نفطيه ما ادري منو سبب النفط، ما ادري من اي سبب ما نعرف المعنى، المعنى شنو هم الرجعه مالتنا ما نعرفه. ولا المواد الطحين كانوا يجيبون يدعمون الطحين بدهين، هسه صار 6 اشهر لا دعم لا طحين لا منظمه تجينا لا كل شيء، وقعدنا وحاطين عيننا بعين الله. احنا صار لنا 5 سنوات مهجرين وهاي الساته بسامرة، مناطقنا صار لها تقريبا 3 سنوات محرره والحد ما رددون اي، وهذا حالنا يعني شوف هاي اطفالنا لا مدارس لا كذا لا يعني المعاناه ماكو يعني دحج انت شوفت عينك اي تاذينا حيل اسع يعني هاي صار 5 سنوات انا والله الله وكيلك انا من طلعت يعني ما شاء الله الساعه صارت زلمه اي ومناطقنا يعني صار 3 سنوات من تحررت ما ردونا لحد الان. عمي طلعنا نزحنا احنا ناس راحت البغداد ناس جت السامرة وناس ظلت بالفرحاتية انخلم عليهم بالفرحاتية خذوهم ولد عمي خذهم يجي 7 مدرسة من الفرحاتية ولحد الآن من أول ما نزحنا هاي 6 سنين احنا ما ندريهم وين ما وين ردهم جم ناس بس حاقي هم جم خذوهم من أسحاقي لحد الساعة هم ما ندريهم واحنا هاي وضعيتنا وهاي جهينا وهاي المدرسة شوفونا شلون تعبانة شلون تشيلنا يعني حتى التربيه من هالتربيه ما نقدر نربيهم من ايش قد مو جهال وهاي وكثرنا الجوع كثرنا الضيم وشفنا كثير هذا. بس ترقصون عادي اطلعكم بس ترقصون والله احنا شو معاناتنا هذه واحنا طبخنا وشيتنا هاي بغرفتنا هاي جهالي كلهم مصدور زوجي مريض ابو فقرات عندي ابني عمره 10 سنين يروح يشتغل بالعلوة يوم 3000 4000 عايشين بهن واحنا 10 نفرات هاي البخاخ واحنا شوف حالتنا ناشد الحكومة انه ترجعنا لديارنا وساعدنا وعمامي كلهم مفقودين 7 مفقودين
واخوي اقتلوه وابن عمي اقتلوه، واحنا ناشد الحكومه انه ترجعنا لديارنا، والمحافظ اذا حج الحالنا يجي يراعينا ينطينا مساعدات او شيء، ما نريد عمي مساعدات، نريد بس يرجعنا لديارنا. والله وكيلك 10 نفرات كلهم مرضى، ما عندي اوديهم الطبيب، خلف الله على دكتور علي فرحان اسمه، جي انطاني جهاز مال بخاخ النهار كله علي كله علي، الساعه طافيه القوه هاي ما تقدر تطلع على الباب، جتنا القوه تحط بخاخ لا تطلع. وندحج على العراقيين يدحجون علينا، المحافظ الوزراء يدحجون على حالنا، يقولون يلا ردوا، واحنا ديارنا صار له 5 سنين محرره، شنو السبب ما يرجعونا؟ وهاي حالتنا، والله القاعد تبكي على حالنا، نريدهم يرجعونا لديارنا، ما نريد منهم كل شيء. والله صار لنا 5 سنين من احنا متهجرين هنا بالهياكل، يعني نريد نعرف مصيرنا شنو، نظل نازحين هيك شيء ولا احد يرجعنا لديارنا، عايشين هيك يعني بظلم، يعني اريد مصيرنا نعرف شنو، نظل هيك احنا عايشين ولا احد ينتبه علينا ويرجعنا، والله يعني متمرمرين، والله خلف الله على الناس اللي الخير يعني مساعدتني بابني هذا المرض به سكر، ويوميا الله وكلم دخلته مستشفى، يعني حالنا حالي حال حيل الضيم، يعني اذا احد ينتبه علينا يرجعنا، ورجع هذا معتقل صار له 5 سنين ما نعرف مصيره وين، ورا احداث داعش ما حد يعرف يعني وين هو. والله ظام، وهذا والله من جينا لليوم هاي 6 سنين لا يرددون لديارنا ولا ينطونا طحايل ولا ينطونا تمنا، والعالم العوائل مفصله بدالك الله، لا عمل اللي يصعد ولا عمل اللي ينزل، لا فلوس يا جدنا، وين نروح نولي؟ يروحون النهار كله وما ألف دينار لو 2000 دينار يجيبون من المعه. أنا هذه خما نموت من الجوع، ها خير يشوفون النحل شو يوميا يجون علينا باكر وعقب باكر الرد، وهم قاضين المكان وما يخلونا نرجع لهن. والله أنا وليدي 2006 خذوه، ويومك ما واحد لقاه ولا شفناه، وهسا على عمل اليصعد هذول ولياداتي وقصريين، وانا عمي همزاد وجعانة مريضة، والله حالنا ما جرانا، والله العظيم الجهالنا فطست، ما يا جدنا وليدنا مات ما عندنا نجدو الدكتور علي كلام، والله ما وصلنا دكتور علي، هو مات فلس ما يا جدنا، شوف دكتور علي بلاش كشفية ما ياخذ، ها ليش ما يرجعون؟ احنا معراقيين، كان مو عراقيين خلي ينطونا يسافرونا على بلاد غير هذه العراق، ليش؟ وهاي ايه هاي 6 سنين محرره ديراننا، لا خلونا بيت، لا خلونا بستان، لا خلونا سيارات، لا خلونا كل شيء، راحت مردت مرد، عاد خلي يرددونا على ديارنا؟ يعني خما لزقنا يهانا لزقه؟ والله حتى ارواحنا ملت، والله ملت، والله ما جاع نشوف، حتى الواد مريضه هاي شوف عينك هذه الظلمه وهندس، تجي القوه دقيقه وتطفي، نظل كم كش ندور رفيجك ما تشوفه، احنا راضين بهذه؟ خير ندحج على الله والحكومه ترددنا؟ شو كلها ردت؟ ما ظل ولا واحد ما رد منطقته، بس احنا الوحيدين، خلي يرددونا ما بكل شيء. ناسينا خلاص اصلا نازحين، ولا كان اكو نازح، عبالك احنا اللي مسوينه، احنا 5 سنين ديارنا محرره، ولا واحد لا قالوا ايش محتاجين،
لا جو علينا جت يعني حكومة علينا لا بينا بهالمدرسة والله وياك بهالمخيم هذا خمس سنين لنا هانا لا هم رجعونا ولا هم اللي شافونا صورة حل وهاي جينا تشوفونا انتم بعينكم هذه حالتنا الطبخ والقعدة بغرفة واحدة اي في 2007 اقتلوا زلمتي الارهاب واقتلوا اخوي واقتلوا والد عمي اربعه يعني طانا شهادات سبعه ب 2007 سبع شهادات اقتلونا عسكريين اقتلوهم الارهاب اي نوب بل هذه ما صارت هذا شغله داعش خذوا حمويني بريين ما عندهم اي شيء رعيان من الغنم جو خذوهم ومشوا ردوا النوم حطونا هانا صار لنا خمس سنين ابد لا واحد جيه لا واحد قال انت شنو قضيتكم ديارنا محرره بيوتنا لايم وما يخالف احنا ساعنا نطلب من الحكومه ترجعنا لديارنا كل شيء مريض غير الرجعه ما انطونا غير بس المليون ونص كل شيء ما انطونا الله وكيلك كل شيء ما انطونا انطونا مليون ونص أنا أحد النازحين في سامراء عندي باج مال العودة بس ما عندي بيت مالي مفلش يعني الدولة ما تساعد العائد يريد يرجع ديرته ويرجع لبيته لقى بيته مفلش قاعة ماكو فما يقدر يرجع يعني ما عنده إمكانية اللي يرجع بيته فما يقدر الإمكانية يعني المفروض الدولة تساعد العائد تساعد المحتاج يعني أنا واحد من الناس أريد يعني أرجع لديرتي بس ما عندي بيت ما عندي امكانيه عندي 13 نفس الله وكيف عندي 13 نفس ما اقدر حتى يعني اعيشهم وما عندي لا راتب ولا حتى راتب مال عاطلي ما عندي وما عندي يعني اقدر ارجع احنا نازحين في سامراء 80 عائله 80 عائله حتى يعني ما عندهم امكانيه حتى قطعوا الطحين عنهم وقطعوا المساعدات حتى منظمات وقفت يعني والعوده ممنوعه الجماعه بس انا واحد من الناس عندي باج عوده بس ما عندي بيت ما عندي بيت بس يعني باكر من يجون انتخابات يعني ما يريدون واحد يقفلهم يعني احنا شلون نظل هيك الحكومه تنظر للنازحين تنظر للعائدين هسه حتى المليون ونص ما حد طلقها اطلقوها للعالم تبني تشوف يعني ولدها شوف شلون يعني شلون طالع هيك مستقبل ماكو اي مستقبل ماكو فاحنا نطلب من وزير الهجره والمهاجرين يطلق المليون ونص وينظر في عوده النازحين احنا من شفنا الدواعش منظرهم قبيح وهم ناس ما نعرفهم اصلا منين جونا من الصحراء ما ادري منين جونا فاحنا شفنا الوضعيه ما تعجب العيش وياهم فطلعنا احنا نزحنا بدايه 2014 يعني بدايه النزوح 2014 شهر السادس نزحنا على اتجاه سامره باتجاه سامره وصار لنا هاي السنه طبينا السنه السادسه احنا بهذا المخيم ايه فاحنا منطقتنا هي منطقه السيد غريب واحنا بالنسبه بريئين من داعش ومخلفات داعش وكل شيء احنا اي علاقه بداعش ما تربطنا احنا ناس مسالمين ناس طلاب ناس واعين بين المثقف بين الفلاح بين الضابط وبين المحامي وبين الدكتور وبين المعلم احنا مو مال هاي السالفه فاحنا نطالب من الحكومة أن تفتح موضوع الناس الراحت ما نعرف إحنا من أخذها ولا نعرف من وراهم بس إحنا نطالب من الحكومة اللي موجود يعني يرجعونا أنا ولد عمي وعمامي وقرايبي من منطقتنا يعني من منطقة السيد غريب هو راحة عالم وكلها ناس أخرى لا علاقة بداعش ولا لا شغلة بداعش مجرد ناس فلح اللي ظل بغنمه واللي تكرم عنده هوش ما هوش من هالسوالف بقى اي ناس يعني ناس وسطاء وراحت خطايا العالم ما حد يعرف وين راحت ما حد يعرف وين صارت هاي صار 4 سنوات وصار 5 سنوات وصار 3 سنوات ما نعرف والله وين صاروا ونطالب من الخيرين من الشرفاء من الناس
اللي عنده قيره يعني بس يشوفون مصير ذول الناس اللي راحت، لان عوائلهم بقت، اللي عنده 3 اطفال واللي عنده 7 اطفال والمتزوج نسوان 2 واكو عوائل راحت خلاص، يعني ما بغى بها احد بس النسوان. يعني هذا المخيم بحوالي ما يقارب 7 ارامل 8 ارامل، يعني هذا المخيم يتكون من 70 عائلة ب8 إلى 9 ارامل، وكلها عندها كل وحده عندها 7 اطفال 8 اطفال. والله خلف الله، الله يشهد على اهل سامرة، نشكرهم يعني جزيل الشكر مدينة سامرة على هذا الوقفة اللي وقفت ويانا. احنا اطفال مهجرين، اريد انتم تساعدونا، هز خوالي بهم سجناء ميتين عايشين ما ندري، عمامي واخوتي بهم، احنا مهجرين اريد انتم تساعدونا على نرجع لديارنا، هز ديارنا محرره ما يقبلون يراجعونا. كده صورت طباخ هان تنور هان